كينيا أنه حاو أرقنا إنه كدوان تهي دمان دوني ده إنت هذا كلا إنه كدوان تهي محاجرة challenges باجرز وحبا قاركود سفيركو و أركين أستقع هير كوين اللو حالينا وباهم تهي تاسنا وان فهمي وان حالينا سيدة ودك دك بضان هدي لايرا وحانو إما نميشن وانا لشيغي وحاوي جيتك قود إنا نحوجينو علاقة أن لنا نهي الدنيا إنا نحوجينو محاجرة سيدة دوكتهين أنه مركان إمانا إني علاقة حريركا عالميا دولة دين ولا عالم إنت كلا وحوا عوليس باكتري أيضا الله قبل لا بايع دولة كي يلفت هذا مركا إنن تاس مدود بوح كشقيين إني إنن كبحنا وأن صوماليا علاقات كإلى لذا دوني ذا أنت هذا كله إنن قرحنه علاقات صاحب تنمو وكل سنة إلا كله فائدته أيضا قرر ولا بقرر ذا كله احترام يسو كبني ماذا هذا يمدني ماذا هذا إيو كرامة ذا أيضا احترام يسو إن هذانا لك الفائدة إيه تاسع أصلها سياسة دين دبده مركا تيبان مركا أي دين عكتهاي دين عكلا كينيا أنه حاوا رجنا إن يكدون تهاي لما دوني ذا إنت هذا كلام إنه دون تهاي محاجرة حولها يجي بحال كينيا لا مسكح دي بعطالة ضد كي يجي بحال كان جوجا مركا وحنا كوك قصبنا هاي مركا إنان وحيابها وبس كل إسكا ما إسكا تشالنج إسكا إجرا حرير كاس ونعكسن لقي يابا إنه سيل اللي بيقولوا وش قاينين إنان وحاس كش قاينه ونحب دولة نمو وش قاينه أيان وبهنا وقت نتذكر إنه فربضا سما يستي بزنس كا مشان كده ما إسكا شوغا وحلقي يابا إنه يسي ونحن كده لغلوغ أما كودسن صاحبتنمو شخصية أما إن محن كلها وساطو أي حريري كبرن أي لغاية ما إني أي كسر يسنتهي لكن وحرمنا هب شرعية لا قوس ليس لا قوسية هاي وقف كا جنسدة هاي وسدير يعني كشرتو كلسون كشرتو هنتديسة ينفتيسة يروح وضل كان كل هاي أصبحوا آمن وح إنه شو أيامنا إن لجارو مدان صحن وامداس وآه شرفته هي كرامة هي هنتدا قف كصوماليات إن النقطة مثل إيلاليو ولا دوره ولا كرامة ولا شرف إن النقطة تاس مركو حين الله بعند هاي تلابوين تلابوين كيفان أيام مركو وضنا مركو هرا وحوي بالهرت إنن لنا عبولتكيس كم السياسة ده إن أن هشيس كنا، وأن صاحب كنا دولة تاسنا أنجا إيو دولة كينيا وأمريكا أن سوف يعني أبد دينا السياسة ده، وحاسوها راي وحكلا أباهن أما الشروع أما وذيقين لا مرة دولة نمو إيو ستيبس وحيابها هذا عن كشقين إنه عن صادرني. تتكا فرسما يقان هذا يقوين هذا مدود أي كسي شقينيين كدبنا وزيرهدو أي كسو حسيدين كدبنا عنو وان كسو قبا قبا يمانتا وحيابها سيحايين مركا وحيابه هنا انت بضن وكهشيني وحيابها قار كودنا وحي دوغا باهيهين انان وحوغا وضا هذا الكري ومركا أي باهيهين وحان سلسة ميني ونلين هاي قدي هير وسيلة oo si joogta ah u wada shaqeyn doona oo kulmi doona marka waxa la dhiraadirin doona mar walba wixii challenge soo baxa iyo mar walba heshiisada la galo si loo fuliyo waxa maxaa hor istaagi kara in la kana ganacsado maxaa hor istaagi kara arrimaha amniga ee noo dhaxeeya marka si guud arrimahaas ayaa runtii ayaan ka shaqeynaynay meel aad wanaagsan ayaana wax isla dhignay oo aad iyo aad iyo isfaham wanaagsan ayaan isla dhignay marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan aan ku guuleysan doono inaan dhamaan waxa soo dhan ay noqoto waxaan ogtihiin
muddadii aan joognay annagoo oo ka duulaynaa soomaalidu inay tahay lacib xoog badan oo farsamo badan oo ku fiican gooldhaliska xagga businesska ah oo marka la fiiriyo East Africa waxaan u aragnay inay Soomaaliya ku biirto East African Community inay arrintaas wax weyn ay Soomaaliya ay tahay qof dad cidda ka faa'iideysanayso ugu horreysa inay ayagayihiin marka juhdi badan baan ku bixinay dadaal badan baan ku bixinay waa ogtihiin muddo kooban iyada oo arrintaas ay dowladaha ay ku qaadato dhowr sano ama sanawaad badan ay ku qaadato laakiin shaqadii aan qabanay iyo juhdigii aan gelinay iyo annagoo uga mahadcelinaynaa inay saaxiibtinimada aan la leenahay dowladda Kenya iyo Tanzania iyo runtii si xoog leh noogala shaqeeyeen waxaan ku guuleysanay inaan full member inaan ka nahay maanta East African Community marka waxaa la wixii benefits ay ku heli jireen ayaan iyadana ku helaynaa haddii la yiraahdo ay ka mid tahay dadkeenu inay passportkas qaataan inay ka mid tahay inay issocodku u noqdo si caadi ah u noqdo aada u fududaado iyo in aan ahaano dad lamid ah bulshooyinka ku nool geeskan Afrika gaar ahaan Bariga Afrika marka intaasoo dhan waxay daaran tahay ganacsigeenan isdaba yaalla isdaba daatan meel walba daadsan dadkeena wada kulligood runtii wada investoriska ah cid waliba ay maalgelinta samayso inay arrintaasi Soomaaliyana ay sharaf u ahaato qofkana ay sharaf u ahaato xoolihiisana lagu ilaaliyo karaamadii ummadnimana ay sii korodha ayaan rabnaa waxaan filayaa marka waxay ahayd booqasho iyo ziyaaro guul ah oo aada iyo aada u wanaagsan intaas kadib halkan waxaa inoo joogtay safaaradeena annagu waxaan isku daynay inaan safiirka soo dhigno in odaya oo siyaasiya oo weyn oo la yaqaano oo soo shaqeeyey karaamo leh aan huba in badan inaad taqaanaan oo ah safiir Jibriil Cabdille ujeedkuna waxa weeye maadaama ay sidaad Nairobi iyo Kenya ahmiyaddaas noo leedahay inaan cid u dhiganta maqaamkeeda inaan safiiru kasoo dhigno si uu isugu wado dalkan bulshadan danahoodan uga shaqeeyo waana is wareysanay safiirka wax badan oo wanaagsan ayaan insha allah hadii la helo isbedel ayaa jira in dantiina la ilaaliyo in hantidiina la ilaaliyo in communityga iyo isla socodkiisa iyo wada shaqeyntiisa la ilaaliyo in culturekeena iyo dhaqankeena iyo diinteena in la ilaaliyo intaba waa shaqa safaaradu insha allah si fiican ay ugu in facilitationka waxyaabaha hadda ay safaaradu ka shaqeysay caadiga ah ee daily uga shaqeyso in la fududeeyo oo dadka Soomaaliyeed loo fududeeyo waxyaabahaas waa waxyaabaha aan rajaynayo safaaradu insha allah inay isbeddel weyn ka dareemi doontaan challenges baa jira oo waxba qaarkood safiirku uu arkay in isaga heer ka weyn in loo xaliyo inay u baahan tahay taasna waan fahmay waanan xalinayaa sida ugu degdega badan haddii la yiraahdo marka waa ku mahadsantihiin sida uu idinka mahad sheegtay aad ula shaqeysaan maxaan ku dhahaa communityga gaar ahaan businessku communityga ay ula shaqeeyaan waxaan rajaynayaa aad waddankan waxaad ka tihiin iyo waxaad kasoo qabateen soomaaliyaba waa la yaqaanaay inaad sii wadaan oo aad sii daadahaysaan safaaradu inta ay dowladdu ay ka murqoosanayso waxoogaa oo ay ka korayso weli baahidu way jirtaay in la sii garab taagnaadaan u baahanahay haddii la haydaado My Bank Mastercard waxaad lacagtaada si toosa ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka Mastercard-ka My Banki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado My Bank Mastercard